عدنا بإذن الله الشورى قول وحوار والشورى للدين منار الشورى قول وحوار عدنا لحضراتكم لاستكمال حلقتنا مع المهندس محمود سعد بلبع رئيس مجلس اداره الشركه القابضه لكهرباء مصر. باشمهندس وقفنا عند الخطه وتوقفنا في الخطه عند محطه ابو قير محطة بوير دي داخلة ان شاء الله السنة دي وطبعا يعني كل سنة طيبين بمناسبة شهر رمضان صحة الوزارة عملت خطتها لمواجهة شهر رمضان بيدخل ان شاء الله غا... احنا قلنا 6 اكتوبر الحمد لله في الخدمة اللي هي برواش اللي بعد كده في غرب دمياط رغم الصعوبات اللي لقيناها النهارده في عمل الابراج بتاعت اللي هي في دمياط نتيجة نقل الكهرباء من محطة غرب دمياط لمحطة الجمالية <applause> للشبكة كهرباء مصر فالنهاردة إن شاء آه بنخش بغرب دمياط قبل رمضان إن شاء الله بخضرة 500 ميجاوات يبقى هنخش في رمضان ب 500 زيادة غرب دمياط زيادة يضافوا الخطة ما لا يعني آه عمبيم تم وندعم بهم الخطة. آه الخطة وعشان الحمل بيترفع في شهر يوليو احنا في يونيو كنا 25500 متوقع في يوليو 26500 ميجا وات بنواجههم بغرب دمياط بنواجههم في ابو قير الاولانيه ب 650 ميجا وات ابو قير الثانيه بتخش في نهايه 2012 ب 650 ميجا وات برضه يعني بتخش ان شاء الله معانا في شهر اكتوبر القادم طب يعني ده ده, 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 ده كده يبقى خلصنا الخطه لغايه 2012 في 2013, 2013. من 12 ل 2017 بتخش معانا باذن الله في 2013 اللي جاي يخش معانا شمال الجيزه 1000 اللي هي بيسموها القطه ديت في حوالي اه دي يعني دي 2 3 في 750 ميجا المرحله الاولانيه منها 1500 ميجا يخش سنة الجايه 1000 ميجا وات المحطه الثانيه بنها بنها 750 ميجا وات يخش ان شاء الله السنه الجايه 500 ميجا وات الحاجه اللي هي الكبيره بقى اللي هي اللي بنسموها السوبر كريتيكال او الايه الضغوط الحرجه اللي هي العين السخنه. 1300 و... ميجا وات اللي هي الخاصه بالعين السخنه. م. دي اتنين وحده في 650 في يخشهم في 2013 يبقى كده داخل عندنا 1300 1500 2800 ميجا وات داخلين ان شاء الله في 2013. 2014 بتخش بقى شمال الجيزه وتخش يعني يعني, وزاره يعني الكهرباء شغاله في مشروعات فيها السويس على فكره وفيها شمال الجيزه وفيها بنها وفيها محط ديروت زعفرانه ديروت وطبعا الزعفرانه دي رياح وطبعا تنوع الطاقه في الكهرباء بنخش رياح وبخاري وغازي وكله وبنوصل قدراتنا ل 32000 ميجا وات ودي قدرات على فكرة ما فيش أكبر مننا يعني غير يمكن السعودية السعودية وصلوا ل 55 ألف ميجاوات عشان في فلوس في إمكانيات طيب بس بش نتفق أن هناك مشكلة حقيقية آه. مشكلة حقيقية بين الإنتاج والاستهلاك آه. وهذه المشكلة ظهرت في 2010 وتم إقرار خطة الطوارئ لحل هذه المشكلة السيف ده السنة دي وجدنا أن بعض القرى والنجوع بيتم قطع الطيار عنها وفترات طويله يعني ست ساعات وخمس ساعات وغيرها ومساله فكر جديد بتاع تخفيف الاحمال م. فعايزين نقول للناس ان فعلا في مشكله مطلوب الترشيد م. ترشيد دي مساله قوميه ومساله مهمه جدا في مصر هو طبعا يعني في نتيجه طبعا الفتره اللي فاتت وما تم معاناته لان برضه كان في الخبراء مشوم وجم والحياه دي كلها نتيجه طبعا عدم الانضباط اللي كان موجود وده طبعا نقول اخر برضه ابو قير ابو قير كان متوقع لها تخش فيه مايو اللي فات وتاخرت الشهرين بتوعها غرب دمياط الابراج اخرتنا ثلاثة اربع شهور فالخطه اللي النهارده كملت انما كان فيه برضه في بدايه الصيف بعض عجز في الوقود وده طبعا تم مواجهته وده برضه كان مقلل عندنا كميات الطاقه المنتجه انما انا النهارده الحمد لله قابلنا فتره الـ الـ الانتخابات الاخرانيه دي بدون انقطاع على اي لجنه ولا اي بيت واجهنا اللي هي بعد كده الثانويه العامه والحمد لله يعني ما فيش انقطاعات الحاجه الثالثه اللي هي النهارده شهر رمضان فنتمنى شهر رمضان اللي الخطه اللي كانت مفروض تخش في مايو ويونيا ان شاء الله هتخش معانا في يوليا وبكده يبقى عملنا الايه الاكتفاء بتاعنا والمواطن على فكره كل يوم بيلاقي فيه تحسن على اليوم اللي قبليه نتيجه النهارده انا بشكر يمكن عندي 180 الف عامل 180 الف عامل في الشركه القابضه للكهرباء مصر هتوجه لهم رساله اخر بنقول لهم متشكرين على في الانتخابات وفي الثانويه العامه وفي مواكبه ال 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 الشركات صراحه آه. يعني طبعا كل العاملين يعني يعني, أنا يعني, أنا يعني 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 انا كنت بكلم جنوب القاهره امبارح الساعه 1 صباحا كان موجود في المكتب ده يعني حاجه يعني لا احنا كل يعني. العاملين من رؤساء الشركات وكل العاملين بنشكرهم لان ده قد عمل وبيشتغل 24 ساعه م. في المحطات الكهرباء على فكره في 24 ساعه شغل وبالتالي إيه ان شاء الله هيلاقي في تحسن في الخدمه في الايام الجايه بعد ما دخول غرب دمياط وبعد دخول ابو طيب ما احنا ماشيين على حد السيف وماشيين يعني على حافه الخطر زي ما بيقولوا احنا يعني <applause> يعني الحمد لله انها بتستر يعني إن هي ايه المساله لان طبعا عندنا مشاكل في الاستهلاك كبيره جدا مساله تصدير الكهرباء. اه عندنا خطين خط شغال فعلا وخط لسه هيتم طرح مناقصته، لكن دعنا نتحدث عن الخط الشغال، احنا نسمع ان كهرباء وصلت الى لبنان وسوريا والاردن وليبيا وغيرها من بعض الدول. طب احنا ما دمنا احنا نحتاج الى هذا هذه الكهرباء، لماذا نصدرها؟ هو طبعا انا ما بنصدرش في وقت الذروه. يعني التصدير لو تم في الفترات اللي هي لما قلت الملحنة في فائض الصبح وكده يعني. م. انما النهارده في وقت الذروه انا النهارده عندي خط ربط بين الاردن وسوريا ولبنان. ووصل لسوريا وممكن ان شاء الله بعد كده في وصله ممكن نوصل للعراق ومنها لتركيا يبقى كده ربطت باوروبا وفي خط ربط تاني بيني وبين ليبيا ده برضو الخط الاولاني بتاع الاردن لغايه 400 450 ميجا وات الربط الثاني اللي مع ليبيا بيوصل ل 300 350 ميجا وات وده واصل لليبيا وممكن يوصل بعد كده لتونس والجزائر والمغرب ومنه لاسبانيا يبقى كده ربطنا مع ايه؟ مع أوروبا من تركيا ومن, ومن أسبانيا. من إسبانيا دي قدرات أنا بستعملها مع ليبيا على فكرة ليبيا بيني وبينها وعطيناهم فعلى فكره في ايام الثوره بتاعتنا برضو عطيناهم آه كهرباء إيه وفي تبادل حصل بيننا وبين ليبيا الكهرباء المصريه ايام الثوره آه دي كانت بتدعم يعني في تبادل بيننا وبين ليبيا وعلى فكره وفي برضه بيدفعوا فلوس يا باشمهندس وبيدفعوا اه طبعا الايه إيه على فكره التبادل ممكن انا ادفع وممكن هو يدفع حسب الكميات اللي ايه منقوله من, من جنبيه آه آه في ساعه فرق في الذروه بيني وليبيا يعني انا ذروتي بتنتهي الساعه 8 اللي هي بيبقى الحمل بيبدا ينزل كيف. فبيبدا ذروه ليبيا بتبدا الساعه 9 وبالتالي انا بديله في ايه في وقت الذروه بتاعته هو بيديني في وقت الذروه بتاعته فبالتالي فما بديش من ايه اه يعني لان بعد الحمل ما بينزل بعد الساعه 8 بيبقى فيه فائض عندي فانا بديه لليبيا وده بيبقى في حدود 200 ل 150 ميجا وات دي بعد الذروه بالنسبه للاردن الذروه بتاعتها معايا هو عنده فائض بيديني انا عندي فائض بديله. بديله حسب الايه الموجود مم. في بقى اللي هي الربط بقى الكبير ان شاء الله اللي بيتعمل انا قلت 450 و 350 ليه الشبكتين الكبار اللي هي السعوديه ومصر فعشان كده بيحصل ان شاء الله الدراسات تمت والاتفاقيه جاهزه للتوقيع ان شاء الله دي 3000 ميجا وات دي عن طريق كابلين يعدوا البحر الاحمر يربط بين مصر وبالليبيا وبين السعوديه السعوديه الذروة بتاعتها بقى من الساعه 12 للساعه 3 م. احنا الذروة بتاعتنا من الساعه 6 للساعه 9 فبالتالي التوقيتات اختلفت, اختلفت فهو دي اسمها اتفاقيه تبادل اه اتفاقيه التبادل, اه اتفاقي التبادل ديت النهارده بتديني اه 3000 ميجا وات وقت الذروه وانا بدي له برضه 3000 ميجا وات وقت الذروه وده بنوفر محطه كهرباء 3000 ميجا وات يعني 30 مليار جنيه م. طب الملف برضه هناك ملف مهم جدا هو ملف الوقود والغاز او المحروقات عامه اللي بتستخدمها محطات الانتاج الكهرباء. وبالمقابل هناك مديونات على جهات حكوميه وانتوا جيتوا في 2009 تقريبا بدايه 2010 وقطعتوا الطياره عن بعض المباني الحكوميه في هذا التوقيت تمام. عشان المديونات وفي نفس الوقت انتوا مديونين ب 45 مليار جنيه مصر 48 تقريبا. مليار جنيه مصري لوزاره البترول نتيجه استهلاك للغاز والمازوت. وطبعا الـ الـ هما هم 42 مليار وليسوا على الكهرباء بالكامل. يعني هو في اتفاق ثلاثي تم سنه 2005 وبين وزاره البترول والماليه ووزاره الكهرباء. مم. وطلع منه القرار ان انا النهارده بدفع جزء والماليه بتدفع جزء. الجزء اللي عليا 14 مليار جنيه، انا باخد 500 مليون جنيه بترول شهريا من وزارة البترول بسدد منهم 200 مليون جنيه كل شهر ال 300 الباقيين دول بيتراكموا عليا وهم دول اللي عامل 14 مليار نتيجة ايه؟ نتيجة النهاردة في جهات حكومية وجهات ومصالح وغزل ونسيج وحديد وصلب وكل الكلام ده ما بيدفعش او في اعتمادات بتتم بتاع ده باقل من الايه؟ اللي اقل الاستهلاك يعني في مصلحه ميكانيكا وكهرباء في وزاره ري في منازل في مصالح حكوميه في الميه الشركه القابضه للميه في عليهم مبالغ كبيره كي. انا مش عايز اقول برضه مدينه التاج الاعلامي برضه كمان وانا قاعد هنا فكل كل مش مش معقول هنقطع انما النهارده لما يبقى فيه المبالغ الكبيره يعني من دي من النهارده يا أنا... ريت النهارده نحصل ال المبالغ ديت عشان نسدد ال 14 مليار جنيه اللي هم انا ليه حوالي 9 ل 10 مليار جنيه لدى الجهات الحكوميه والجهات المختلفه غزل النسيج مش معقول برضه هقطع عليه وفي اعداد كبيره من الغزل والنسيج والكلام ده في الميه مش معقول هقطع على الميه ممكن الاوقاف ما بنقطعش على المساجد والحاجات دي بنقطع على المباني الاداريه وبالتالي بيدفعوا او برضه الاماكن اللي هي نقدر نقف عليها لان النهارده انا محتاج الـ الـ المبالغ ديت عشان نسدد الايه زي ما قلت لك حوالات الدين القروض اللي انا بناخدها المبالغ بتاعت الخطه الاسعافيه على فكره كلها مموله من الشرق من شركه القبه والبنوك الوطنيه لان ما جبنا لهاش تمويل خارجي لان مده التنفيذ بتاعتها كانت مده بسيطه 18 شهر أو 24 شهر بتعمل 1600 مية ووتر عايز 15 مليار جنيه أه تم تدبيرهم بالعملة الصعبة وبنشكر هنا البنوك الـ الـ الوطنية البنك الاستثمار القومي لا البنك الاستثمار القومي ما شاركش في ديت دي بنوك وطنية وعلى رأسها يعني بنك الاهلي الاهل المصري وطبعا مع البنوك بنك مصر وكده وعمل مجموعة مجموعة ودبروا لنا بصراحة 3 مليار جنيه ل أبو رواش ل 6 أكتوبر دبروا لنا حوالي 5 مليار جنيه للشباب ودمياط وكده بالإضافة المصادر الذاتية للشركة القبضة والشركات اللي هي الإنتاج تم تدبير المبالغ ديات لإسعاد الشعب البصري والنهاردة إن ندخل 2600 ميجاوات وده في العالم كله ما تعملش نقول إيه ده أو في العالم كله طب متى ينتهي ملف المديونية يعني يعني آه إمتى تعود على ترويزة وتنتهوا من هذا الملف اللي ليه فلوس ياخدها واللي في حاجه يعني, تم يعني الملف ده امتى يتقفل؟ تم تشكيل من مجلس الوزراء لجنه التشابكات ولجنه التشابكات ديت وزاره التعاون الدولي بترقصها وممثله فيها الكهرباء وممثله فيها الماليه وممثله فيها البترول وممثله فيها الصناعه السكه يعني النقل كل الكلام ده وزاره الطيران كل لجنه التشابكات ديت جمعت كل المديونات للكهرباء لها واللي عليها وان شاء الله ربنا يوفقهم ان هم يحلوا هذه المشاكل وفي في الحاله ديت كل هيبقى على فكره تسويه من وزاره لوزاره انا ليا 10 مليار يدوهم للبترول وبالتالي ينزل الايه المبالغ اللي على الكهرباء بتحاولوا ان انتم تقللوا نسبه استهلاككم مازوت وتحلوا بدلها بالغاز دلوقتي بالنسبه للمازوت والغاز والسولر وعلى فكره كان في اللي حصل عندنا مشكلة في كميات ال ال في بداية الصيف اه في بداية, بداية الصيف اه فالنهارده آه عندنا كمية آه غاز مطلوبة بيقوم بتوفيرها الشركة الخفضة للغازات وكان في كمية المازوت تقلت وده كان نتيجة عدم الاستيراد المازوت خلال الفترة اللي فاتت يعني خلال يمكن 18 شهر لم تقم وزاره البترول باستيراد اي مازوت للمحطات. <applause> لما حصل الـ الـ او النقص في الكميه اللي فاتت ديت بدات وزاره البترول مشكوره في استيراد كميات مازوت. وبالتالي <applause> تعوض نقص الغاز <applause> لان الغاز اللي بينتج في مصر بناخد منه في الكهرباء 60% و40% بيروح للصناعه. <تصفيق> <تصفيق> فلازم يتعوض النهارده بنشتغل بالغاز والمازوت والسولر. فتم برضو الجلسه تمت بيننا وبين البترول وبين الماليه وتم تدبير الكميات المطلوبه من البترول وتم تدبير المال من الايه؟ وزاره الماليه والحمد لله النهارده يمكن في الفتره الاخرانيه تم ما فيش اي مشاكل من ناحيه الوقوع. طيب يا ريت هشام برضه يجيب لنا المهندس حمدي سالم ولو في اتصالات تليفونيه يدخلوها لنا عايزين نتكلم على ما يتردد عن انتقال الطاقه المتجدده الى الشركه قبل للكهرباء. ده ملف مهم برضو هو طبعا الـ الـ بالنسبه لتنوع الطاقه عندنا يمكن لو جابوا لنا الصفحه بتاعه تنوع الطاقه هنلاقي النهارده بالنسبه لل بالنسبه للرياح اللي هي الدائره اللي فيها الكميات البخاري 43% الغازي 11.6 دي الكهرباء المتجدده عندنا بالنسبه للرياح اللي هي عندنا الطاقه اه اللي هي ال2.2 رياح ديت طبعا احنا عندنا والمائي 9 و من عشره الطاقه الجديده والمتجدده النهارده بتدينا رياح وبتدينا شمسي الشمسي بيدينا 20 ميجا وات واحده غازيه بتبقى 120 بتدي شمسي 20 ميجا وات 2.2 اللي هي طبعا كميه الرياح اللي هي بتوصل النهارده 400 ل 450 ميجا وات والرياح دي بتاعت ربنا على فكره ممكن يوم تلاقيها 400 500 ميجا وات ويوم تلاقيها صفر <applause> لأن حسب الإيه؟ الرياح حركة الرياح آه يعني في خطة الوزارة إن شاء الله إن توصل لكمية المحطات جديدة إن شاء الله <applause> تتعمل وتوصل بدل ما تبقى 2.2 توصل لحوالي 20% من الإيه؟ الإنتاج بتاعنا ودي طبعاً هتحسن لنا طاقة شمسية وطاقة رياح هتحسن لنا ان شاء الله لكن مساله انتقال الهيئة التقنية المتجدده اليكم دي مساله قائمه ولا دي اشاعات؟ <applause> لا يعني احنا طبعا دي هيئه قائمه بذاتها انما ممكن بعد ما تشغل المحطه وممكن بتتنقل لنا المحطه ودي برضه في اجراءات حاليه لنقل الايه المحطه الشمسيه اللي هي في الكريمات للايه لهيئه الشركه الخضراء كهرباء مصر ودي في اجراءات معموله وتتم عشان برضه عمليات الصيانه والتشغيل والحاجات دي انما النهارده انا الطاغيه اللي بتنتجها الهيئة الطاقه الجديده والمتجدده الجديده بشتريها منها بحسب تعاقد مع الشركه المصريه للنقل للكهرباء لانها بتشتريها منها وبتبيعها للايه؟ للتوزيع مم. لان النهارده برضه المنظومه بتاعتنا احنا 16 شركه تسعه توزيع وسته توليد واحدة نقل التوليد دي منهم واحدة مائي والباقي انتاج عادي. واحدة نقل بس على داكم. واحدة نقل على مستوى الجمهورية كلها وفيها ست مناطق على مستوى الجمهورية برضه. مم. والانتاج مقسمة ما بين مناطق يعني اه كل كل يعني خمس شركات واحدة سد عالي اللي هي المحطات المائية. هل فعلا سد أم. عالي تقلل نسبة الانتاج السد سد سد العالي المحطة؟ السد العالي بالتجديدات اللي اتعملت فيه بيدي القيمة التصميمية بتاعته لغاية النهاردة. يعني السد العادي سد معانا ونسبه يمكن 9% او 8% من انتاجنا الاجمالي وبنطور فيه ويمكن اخر حاجه بنعملها دلوقتي النهارده اللي هي آه اسيوط ودي حوالي 32 ميجا وات ان شاء الله برضو مع وزاره الري تخش الخدمه في 2014 او 2015. امم بعد كده احنا حضرتك قلنا على شركه واحده باقي الشركات توزيع جغرافي. دلوقتي النهارده الشركات التوزيع عندنا آه شركه القاهره شمال وجنوب يعني واخده من اول رمسيس لكل مصر ومن اول رمسيس الجنب الثاني ناحيه التحرير وكده بيسموها جنوب القاهره واخده طبعا الجيزه لغايه <applause> الجيزه وكده انما شمال القاهره من اي مدينه مصر ومصر الجديده ولغايه برضو ايه العبور وكده بنيجي بعد كده اسكندريه <applause> اسكندريه واخده اسكندريه البحيره واخد البحيره وايه ومرسى مطروح اسكندريه دي حضرتك فيها ابراج في قلب بحيره مريوط يعني صراحه يعني ابراج ف... يعني انشأوها ازاي انا مش عارف صراحة اه فبس برضه ب... ب... بخرسانات معالجه والحيد دي دي كلها ومراجعه يعني... الحيطه دي كلها. لا يعني صراحه جهد أوه. غير عادي انك تبقى ماشي على جسر بحيره وفيها نسبه ملوحه عاليه وتلاقي برج الكهرباء آه. دي حاجه صراحه يعني معمول بخرسانات واساس وان شاء الله يعني وبيتراجع كل سنه والحيت دي كلها م. تصمد. بنيجي بعد كده عندنا شمال الدلتا دي واخده المنصوره واخده دمياط واخده خفر الشيخ. م. نيجي بعد كده ده برضه الايه الهيكل بتاعنا نيجي جنوب الدلتا واخده المنوفيه واخده واخدة المنوفيه واخده الغربيه واخده القليوبيه <applause> نيجي بعد كده مصر الوسطى واخده بني سويف واخده الفيوم واخده لغايه اسيوط <مم> مصر العليا واخده من اول سوهاج وانا واسوان كده يبقى القناه واخده طبعا كل القناه بالاضافه للشرقيه قلنا طبعا اللي هي النقل واخده مصر كلها نيجي بعد كده شركات الانتاج عندنا غرب الدلتا دي واخده اسكندريه والبحيره نيجي وسط الدلتا واخده النوبارية واخده المنصوره طلخه وبنها الجديده نيجي بعد كده القاهره محطه عملاقه طلخه وبنها محطه طلخه دي محطه عملاقه محطه عملاقه وبنها بقى كمان يعني بنها وطلخه والنوبريه محطه عملاقه <applause> 2250 ميجا وات نيجي بعد كده الوجه الابلي واخد الكريمات واخد اسيوط دي للمحطات برضه كشركة إنتاج برضو عندنا يبقى كده قلنا الخمس شركات إنتاج اللي عندنا شرق الدلتا واخدة دمياط واخدة كل القناة سويس واسماعيلية وجنوب سينا وشمال سينا والعريش والحياة دي كلها بعد الثورة حصل ضغوط كبيرة من العمال والموظفين لزيادة المرتبات والحوافز والأرباح ده عمل لود قد ايه على الشركة القابضة وواجهته ده ازاي رغم المشاكل اللي عندكم وطبعا ال يمكن الشركه القابضه كانت بتحقق ارباح قبل كده بعد طبعا الاجور والحاجات دي كلها وطبعا ارتفاع الدولار يعني 6 جنيه والحاجات دي كلها اثرت اثرت على الايه الحمد لله احنا ملتزمين بكل ما تحقق للعاملين من حقوق والتزامات وطبعا زادت المرتبات عندهم احنا بنطالبهم بقى بزياده الانتاج يعني النهارده زاد المرتبات يمكن يمكن ضعف المرتب اللي كان بياخده والكهرباء بقت من حي... الاماكن النهارده الحمد لله اللي العاملين وفرت لهم ميزات التراكمي واحد والتراكمي اثنين والحاجات دي كلها فاستفاد العاملين واحنا ملتزمين ان شاء الله بي... ملتزمين بهذه المكاسب للعمال بس ان شاء الله ي... 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 يحققوا لنا انتاج لتعويض انما كل المميزات اللي بياخدوها من حافز ميزانيه وخلافه كله ان شاء الله موجود معاهم ولا في تغيير للحاجات دي كلها. بيبقى في فروق يعني انتوا جيتوا حلتوا هيئه كهرباء الريف ووزعتوا موظفين الهيئه على بعض شركات التوزيع سواء كان جنوب القاهره او شمال القاهره او غيرها من بعض الـ 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 الشركات الاخرى. في فروق ما بين العاملين في هيئه كهرباء الريف وبين العاملين في شركات التوزيع، هل المساله دي اتعالجت ولا لا؟ <applause> اه <applause> طبعا العاملين في كهرباء الريف احنا عندنا 12000 عامل بعد ما اتلغت كهرباء الريف طلع القانون 2007 وانضم كل العاملين والاصول للشركه القابضه الكهرباء مصر. اتوزعوا على شركه النقل وتسع شركات توزيع. النهارده بعد الثوره وطبعا اللي كان في كهرباء الريف بياخد طبعا العلاوه ال 2 جنيه لانه هيئه وكده و2 جنيه و3 جنيه وكده. اللي عامل في التوزيع كان بياخد ال 5% في 7% العلاوه السنويه. النهارده اتسوى كل العاملين اللي هم بكهرباء الريف مع العاملين في التوزيع والنقل وبالتالي حصل على زياده في الاساسي بتاعه واترفعت الاساسي بتاعه وتساوى بزميله بس هو المفروض يعني ايه ما يجمعش بين الميزتين بتاعت كهرباء الريف وميزه التوزيع فاحنا خيرناه يا اما ياخد ميزات التوزيع يا اما وعلى فكره وصلنا النهارده هم 12000 عامل وصلنا لحوالي 11000 عامل الحمد لله تساوت مرتباتهم بالتوزيع وبالإضافة للفروق قسمنا له لهم على أربع أقساط يمكن أول سبعة ده يقبط أول قسط وواحد في واحد اتناشر واحد في واحد سبعة اللي جاي يعني سنة نهاية سنة 2013 يكون حصل على الزيادات وحصل على الفروق بتاعته كاملة <applause> طيب إيه إيه يعني حلم التغيير كان حلم كل المصريين وحدث التغيير على مستوى الجمهوريه بتغيير النظام باجمع. هناك اصوات تعالت بعد تغيير رئيس شركه قبضة سابق يعني هناك اصوات تعالت بهيكله الشركات والتغييرات اللي تحدث في هذه الشركات. هل هناك خطه موضوعه لهيكله هذه الشركات؟ وتطويرها طبعا. هو طبعا الشركات احنا في تغييرات تمت يعني يمكن وصلت لحوالي 90% من يعني ممكن نلاقي رئيس مجلس اداره <applause> شركه بقاله 70 سنه مثلا او عنده لا خلص خلص يعني ما خلاص يعني ممكن ممكن ل... 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 نرجع نشوف الحاجات دي يا باشمهندس لا يعني, يعني خلاص احنا النهارده القيادات على فكره غيرنا حوالي 90% او 95% من القيادات والنهارده ورفعتوا النواب دي في... في النهارده رؤساء شركات 55 سنه يعني كتير قوي في شركاتنا بنوصل ل 55 سنه وقيادات و... وشايله العمل وشايله المسؤوليه ده <applause> بالنسبه للسابق ده شباب جدا يعني انا بكلمك <applause> على الوضع ال... لا أنا أنا الوضع أنا الحالي أدانا. لا لا أنا... بالنسبه للوضع السابق دول يعني صراحه يعني انا يعني... انا بشكر ال... الوضع السابق بما قام به من انجازات لان <تصفيق> <تصفيق> احنا بنكمل المشوار اللي هم قاموا <applause> عملوا انجازات واحنا بكملناها بقيادات يعني بنقول قيادات يعني مش شابه قوي يعني 55 سنه ل 60 سنه وشايله الدور بتاعها وبتأدي واجبها والالتزامات اللي عليها وطبعا وخدمه مع المواطنين يعني برضو يعني انا يمكن عايز اشير ل... ل... بقى في مرك... مكتب خدمه مواطنين في كل شركه حاليا وبرضو لو ما كانش لقى الخدمه كويسه بيطلع ورئيس مكتب مجلس اداره مكتبه مفتوح بالاضافه النهارده ان اللي على فكره انا عملت غرفه عمليات في الشركه القابضه لكهرباء مصر ويمكن اعطيت النمره للكنترول يحطها <applause> مش عارفين هيجيبوا المهندس حمدي تليفونه مشغول حمدي لا يعني انا آه انا قصدي النمره اللي بنقول عليها ديت في الشركه القابضه الكهرباء مصر، غرفه عمليات دي بيديرها مهندسين من الشركه القابضه الكهرباء مصر. في تليفون ده معاهم بيتصل بيه بيدي له العطل بي بي بيكلم الشركه التوزيع بيتن مع العطل لغايه ما يصلح ويتصل بالمواطن نفسه ويقول له تم الاصلاح بتاع ده وبيسجل لي كل يوم العطل اللي حصل قد ايه بالاضافه ان في تليفون تاني هو معاه بي... عشان يبقى التليفون فاضي برضه للمواطن ان هو يلا... ما يطلبه يلاقيه فاضي يعني أكتر تليفون يعني. تاني يصلح يعني تليفون يصلح يتصل بالشركه يتابع وتليفون بالسلمة. اللي هو بيتصل بيه المواطن يعني وكده ودي خدمه <applause> ويا ريت برضه تحط البتاع ده واحنا بنرحب اه بنرحب باي اتصال وساده مهندسين شباب بيقوم بهذا العمل يعني ده بنسموه تحسين خدمه ومتابعه الاعطال اللي في اي منطقه موجوده على مستوى جمهوريه مصر العربيه مين اللي بيضع خطه تطوير الشركات اللي طبعا تطوير الشركات بيتم عن طريق الشركه القابضه وبالاضافه طبعا سياده الوزير في متابعه نقول ايه متابعه شهريه واسبوعيه بما يتم تطوير للشركات بيعمل اجتماعات دوريه مع الساده رؤساء الشركات <applause> معنا بيشوف الايه طبعا التطوير تطوير مش تطوير بس تطوير الاعطال تطوير الاداء تطوير التحديث تطوير النهارده المحطات على فكره احنا عندنا محطات بتشتغل اكتر من 40 عام حاليا في الخدمه وبتادي وبتدي انتاج كانها جديده وبالتالي المصريين الحمد لله في تشغيل والصيانه ناس ممتازه هو بيتابع الاداء ده وبيتابع نسبة الأداء للشركة وطبعا كل رئيس مجلس إدارة محطوط حاطط موازنة بيحققها أو بيحققهاش وبيتابع معانا والميزانيات وإحنا على فكرة 30 ستة كان امبارح وبدأنا نشتغل في الميزانية الجديدة الميزانية الجديدة بالإضافة إن إحنا بنراجع الميزانية اللي خلصت وفي خلال ثلاث شهور بيكون مخلصين الميزانية بتاعتنا وبنصرف للناس اللي هو الحافز الإيه مش ارباح بقى بنقول له حافز الانتاج اللي هو بياخده نتيجه الإسلامة. تحقيق الميزانيه طيب الشركات اللي اللي طالعه خسرانه في الميزانية دي يعني بعض الشركات حصل عندها دروب في التحصيل خاصه شركات التوزيع مواجهه هذه الامور يعني الشركات اللي حصل عندها خسائر خلال هذه السنه هو هو طبعا يعني الحمد لله لغايه دلوقتي ما حصلش خسائر انما ممكن دي تبان في 12 13 نتيجه ارتفاع الاجور ووصلنا ليه لأن طبعًا في زيادات اللي هي في يوليا في الزيادات اللي هي بتتم حالياً إنما لغاية 30 ستة ألفين إن شاء الله ما فيش خسائر لأي شركة من, الشركة من الشركات التابعة لكهرباء مصر. طب. باشمهندس حمود بتواجه ازاي سرقة خطوط الكهرباء من الشوارع يعني طبعا نسمع كثيرا ونقرا في الصحف عن عصابات متخصصه في سرقة خطوط الكهرباء علشان قيمه النحاس اللي بالسلوك اللي في الارض دي او الخطوط الارضيه أوه. ودي بتحقق خسائر كبيره جدا للشركات هو وبتعمل عبء كبير على ميزانيه الشركات بتواجهوا ده ازاي والحلول البديله ايه؟ هو طبعا احنا معانا شرط كهرباء وعلى فكره شرط الكهرباء بتؤدي اداء آه كويس قوي في سرقات الكهرباء وفي حملات بتقوم بالإضافه إن إحنا برضو يعني الإكشاك بتاعتنا أمناها من ناحية طبعاً اللي محطوط عليها الإقفال بتاعتها والحد كلها وطبعاً هو كان بيسرق على قيمة النحاس اللي موجوده فيها إنما لو شفنا الحملات اللي تمت خلال ال 18 او الشهر اللي فاتوا هنلاقي ان شرطه الكهرباء قايمه بواجبها في حاجات كتيره جابتها لنا ورجعتها لنا تاني بعد مصر. انما النهارده في اماكن بتتم زي مثلا في وادي النقره والحتت اللي هي اسوان, أسوان وكده ما زالت بس يعني بدات تخف شويه عن السنة اللي فاتت يعني ولازم المواطن يواجه ده يعني تكاتف الجهود ده أمر مطلوب جدا لأن المواطن يعرف أن الأصابة اللي بتسرق الكابلات المحيطة ببيته أو محيطة بأرضه دي بتأثر عليه هو شخصيا ولا هذا الكلام لا ده؟ في مواجهة دلوقتي وبدأت الحملات تنزل أكتر وفي الحمد لله بترجع لنا كميات كبيرة من الكابلات وكميات كبيرة من المسروقات بدأت تراجعها وده طبعا نقوله إيه رجوع الشرطة إن شاء الله وبتعاونها مع الجيش بيرجع لنا حاجات كتيرة قوي من المصروع هل هناك نية في التوسع في إنشاء محطات الطاقة المتجددة في مصر الفترة القادمة خاصة أن مشهور أن مناخ مصر مناخ يعني خصب للطاقة المتجددة عشان الشمس المضيئة أطول العام هو في خطة كبيرة للطاقة المتجددة بس هي دي تتبع الهيئة اللي هيئة الطاقة المتجددة وممكن برضه يعني إن شاء الله نرتب برضه ل اللي باذن الله البرنامج يتفضلوا ويقولوا لكم خطتهم الطموحه في باذن الله اللي الطاقه الجديده انما في معمول ان احنا نوصل للطاقه بتاعتنا العشرين في 20% سنه 2020 هل ممكن نشاهد نلاقي اعطال في رغم طبعا رمضان حضرتك طمنتنا كتير بس برضو ناس متخوفه مين جبال السيف خاصه في شهر رمضان هل ممكن يبقى في بعض الحاجات الخفيفه لكن لا تؤثر والله على انا بقول انا اعطيت النمره واي عطل يتصل بينا بالاضافه ان الشركات وتركيز سياده الوزير برضو ان مع الشركات بيعمل الاجتماعات الدوريه معانا ان ان الاعطال تبقى اقل ما يمكن بالاضافه ان في نبطشيات وفي 24 ساعه في رمضان بالاضافه ان موجود مكن ديزل موجود في الـ في الـ الشركات التوزيع في حاله عطل كابل بيروح بيصلح الكابل وفي الوقت ده بيوصل مكنة الديزل بدل الكبل لغاية ما يصلح الكابل يرجع الايه الكهرباء تاني انما بيقلل طبعا فترات الانقطاع ومكنة الديزل دي موجودة وان شاء الله السولار بتاعها موجود وما ان شاء الله يعدي رمضان علينا بخير وسعادة ويكون يعني احنا يهمنا ان المواطن يحس بخدمة جيدة بس برضه بنقول له بمناسبة رمضان رشد معانا الكهرباء وعلى فكره ما فيش واحد يحب ما يبيعش سلعته احنا بقى الكهرباء بنقول بخسارة بنبيعها بخسارة, بخساره فعشان كده بنقول ايه عشان سلعه رخيصه ما ايه ما تستهلكهاش وبرضو يعني ساعدنا ان النهارده يا ريت نرجعوا زي زمان الاسره تجتمع في في غرفه واحده وتشغل تكييف واحد ساعة زي ما كنا زي كان زمان بيقعدوا في غرفة اه ما كانش في بس, آه بس. بس كانوا بيقعدوا في غرفة واحدة مم. عايزين نلم الأسرة تاني لغرفة واحدة في الفترة اللي هي من الساعة 6 ل 10 وكفاية تكييف واحد مش في البيت مم. ما نشغلش ستة مش كل مش في ست تلفزيونات ولا خمس تلفزيونات وخمسه تكييف لا, لا بيحصل خمسة تكيف ده بيحصل ما بقول لك خمسه تكييف وخمسه بقى. تلفزيون وخمس ثلاجيه صغيره في الغرفه والكلام ده كله فعشان كده بنقولوا ايه استهلك يعني الثلاجات وتفزيد حاجات يعني لك ما هو استهلك استهلك آه يعني ايه اقل وتعالى في فتره 6 يعني شغله الغساله الصبح ما نشغلهاش في وقت من 6 ل 7 يعني الثلاجات ما نجيبش الثلاجات الكبيره اللي هي اللي, اللي, اللي بتسحب كهرباء عاليه والحاجات دي كلها ما احنا اتجوزنا بايه ب 8 ب... ب... ادم و10 ادم والحاجات دي كلها انما النهارده بيخش 16 ادم و20 ادم وكل ما كبرنا كل ما لا كل ما كبرنا كل ما سالكنا كهرباء ايه زيادة فهذا هذا في 24 و 28 ألف كل تكييف اثنين حصان وثلاثة حصان وستة حصان هيدخلونا في ايه في كهرباء عالية ومش هنلاحق الايه كل ما بنحطه في التانك ماسورة السحب ايه بسحب على طول التانك بيفضى مش عايزين التانك يفضى عايزين في احتياطي موجود لان برضه ما عندناش الاحتياطي الكافي يعني النهارده هنقوله ايه في بلاد فيها الاحتياطي وصل ل 10 و15 و20% احنا ان شاء الله يبقى عندنا احتياطي كهرباء في جاي. طيب اخيرا وصلنا للمهندس حمدي سالم ناخد تليفون المهندس حمدي سالم ثم نستكمل باشمهندس حمدي سالم السلام عليكم باشمهندس حمدي السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك يا باشمهندس منورنا يا باشمهندس اهلا بيك باشمهندس حمدي ممكن حضرتك توطي التلفزيون ممكن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون ايوه يا فندم باشمهندس حمدي كنا عايزين نسأل حضرتك سؤال عن مسألة أو سؤال خاص بشمال سيناء. اتفضل يا فندم. شمال سيناء بيجي الرجل البدوي عايز يحفر بير فبيضطر ان هو يعمل يقدم في شركة الكهرباء عشان توصيل الطيار فبيتعمل مقايسات مبالغ فيها للبدويين بالأخص يعني أهل آآ آآ اللي بعيد عن المدن وبيتم مبالغة في هذه المقايسات. تصل مقايسه البير الى 40 و50 و60 الف جنيه في بعض الاحيان وبيعتبر البدوي ان هذه المقايسه مبالغ فيها خاصه ان هو رجل بسيط يريد ان يحفر بيرا لكي يزرع مساحات صغيره من اراضي لكي يعيش منها آه شخ... آه معلش هو احنا آه مرتبطين ب آه الكتاب الدوري بخصوص التوصيلات الكهربائيه اه اتفضل يا فندم احنا لا, لا ما نقدرش ان احنا نطلع او اه نزود او نقلل عن النظام اللي احنا بنتبعه امم ال على طول اه المسافه اللي بنوصل بيها للبير تفضل حضرتك ان البير على بعد حوالي 700 متر فانا بضطر اعمل له مقايسه بالتكلفه الفعليه اللي هي ثمن آه ثمن المهمات اللي انا هركبها. مم. اما لو كان الفير على بعد اقل من 100 متر فانا على طول بوصل له بدون ما بدفعه آه مقايسات. آه هم كانوا بيشتكوا من التعديلات في آه المستندات مم. اللي بتقدم عشان نوصل للابار. احنا آه في الفتره الاخيره ما لهم ان هم بس بيجيبوا لنا موافقه موافقه الري على التوصيل وبنوصلهم على طول بدون رجوع للوحده المحليه. اي واحد بيشتكي من كبر المؤيسه او من ارتفاع الاسعار احنا على طول مشكلين لجنه مخصوصه لسينا بالذات بتطلع على طول بتعاين وبتقول اذا كانت المؤسسة فيها مغالاه او آه او آه او عدم مغالاه انت حضرتك ان سينا آه بيبقى يعني بتبقى فيه مناطق عشوائيه كبيره يعني تبص تلاقي بعيد قوي عن مصادر التغذيه مناطق بدويه في الايام دي بنغطي سينا بالكامل بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض فده هياثر على المؤسسات ان شاء الله الخاصه بتغذيه الابار بالطير الكهرب. يعني انت خلاص الكلام حضرتك باشمهندس حمدي انك مرتبط بلائحه والليحة بها اسعار معتمده على مستوى الجمهوريه ولا يمكن ان النزول عن هذه اللائحه او الصعود على هذه اللائحه لا يمكن زياده السعر او الهبوط بالسعر طب باشمهندس حمدي هل سينا ما او شمال سينا بالاخص نظرا انها منطقه او محافظه يعني نسبه الفقر فيها او نسبه الدخول بسيطه فيها فهل شمال سيناء بالاخص ملهاش معامله خاصه او لها استثناء معين في شركه الكهرباء هو حضرتك الخدمه اللي احنا بنعملها حاليا لشمال سيناء <متحدث> إن إحنا بنغطي معظم المحافظة دلوقتي بشبكات الجهد المنخفض. يعني دلوقتي بنلاقي العزب أو أو التجمعات اللي هي حوالي خمس ست بيوت ما كانش فيه هناك مصادر كهرباء خالص، دلوقتي أنا بغطيها. يعني دلوقتي في خطة إن أنا بنور التوابع دي. وبالتالي هتنعكس على المؤيسات بتاعة الآبار، تغذية الآبار. <متحدث> بدل ما هجيب لهم المصدر بعيد هيكون مصدر منه قريب. مم. فدي هتكون خدمة ممتازة للإخوة في شمال سينا، وأنا كنت عندهم على فكرة من يومين. مم. علشان هذا الموضوع، وإن شاء الله بنحله خلال بنحل المشكلة دي خلال الفترة البسيطة اللي جاية. باشمهندس حمدي سالم يسعدنا إن حضرتك تبقى معانا في حلقة من الحلقات وبنشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم. شكرا حضرتك. يعني آه ده بيبين مشروعاتنا موجودة بيقرب الخدمة للمشترك. وبالتالي تقل المؤيسة. بالاضافه ان برضه عايز اضيف ان في مرفق الـ الـ الكهرباء المرفق الكهرباء اي مشترك عنده شكوى ممكن يقدمها المرفق ولو في مؤيسة غلط احنا شغالين حسب كتاب دوري موجود ولو في اي حد له مشكله لان هو اسمه مش مرفق مش الكهرباء غلط لحمايه هو المستهلك المساله مش مساله غلط انت ها. انت غصب عنك وهم غصب عنهم هم غصب عنهم ناس فقراء وزراعة هي أملهم الوحيد في مساعدتهم على الحياة فده فده غصب عنهم وأنت غصب عنك أنك مرتبط بليحة ولكن أرجو أن مجلس إدارة شركة قبض الكهرباء مصر أن يأسسني شمال سيناء بوضع خاص أو يضع مميزات معينة للمواطن السيناوي للتوسع في التعمير واستصلاح الأراضي بشمال سيناء لأن صدقني يا فندم أنا أنا يعني عملت حلقة حلقتين على أرض الواقع من شمال سيناء ودخلنا الأنفاق وصورنا أشياء كثيرة في الصحراء وجدنا ان الرجل فقير يريد ان يستصلح ارض فمحتاج الى عنصرين عنصرين مهمين المياه والكهرباء مؤيسه الكهرباء تصل الى 40 و50 و60 الف جنيه وخد بال حضرتك ورخصه البير تصل الى هذا المبلغ ايضا فكيف المواطن بسيط ان يجيب 100 يعني ازاي يجيب 100 الف جنيه وهو اصلا معهوش 1000 جنيه على بعض يعني يعني, يعني احنا بنقول بنحيي طبعا اهل سينا وبنقول لهم يعني لما لما نقرب الخدمه منه بالاضافه ان عند عملنا محطتين عملاقيتين يعني النهارده عملاقه اللي هي عيون موسى عيون موسى النهارده 2650 ميجا وات يعني 1300 ميجا وات شغاله في 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 سينا وبالاضافه لعندنا برضه الحاجه الثانيه اللي هي العريش محطه العريش النهارده وشغاله بكامل طاقتها ودي شمال سينا و... 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 في العريش م. فبالتالي قربنا الكهرباء من ال... اهالي سينا طبعا وان شاء الله نزودوا مشروعاتنا في سينا آه الفتره اللي جايه آه، ف... فان شاء الله يتزاد انما اللي... المحطات المحولات ده الكلام ده بنقول توليد غير المحطات المحولات اللي هي موجوده داخل سينا ودي بتفتح فرص عمل لهم وطبعا طبعا. بتقرب لهم الخدمه من توزيع وكده يعني طبعا طيب آه بشوانس محمود كلمه اخيره توجهها للعاملين بشركات الكهرباء او الشركات التابعه للشركه القابضه كلمه اخيره ورساله اخيره توجهها لكي نختم بعد ذلك. انا رسالة. نسيت بس نزودك اللي برضه شرم الشيخ شرم الشيخ ما برضه فيها 150 ميجا وات ودي جنوب سينا برضه وفيها برضه محطه كهرباء بس فيها استثمارات ما بنوجه كلمه لجميع العاملين في الكهرباء م. الحمد لله يعني النهاردة الكهرباء بمشروعاتها الجديدة في خلال الفترة ما وقفناش مشروعات بتعمل بنطلب من العاملين مزيد من الجهد ومزيد من الانتاج وطبعا هذا الجهد ليس كله يعني من أول العامل للفني للمهندس للمدير العام لكل القيادات لرئيس الشركة كلنا بنعمل كمجموعة واحدة لخدمة هذه البلد إن شاء الله بنقول مصر الجديدة أنا أتمنى يعني بسميها من بعد الثورة مصر الجديدة لأن الاسم ده بيعبر عن مصر جديدة بكل بكل بتاع بنشارك في التنمية بن بنشارك في الصناعة بنشارك في بقدراتنا إن شاء الله بن بن المواطن بيتغير مفهومه ويحافظ على هذه البلد من من ترشيد من نظافة لكل الكلام ده النهارده حتى تدوير القمامه هيبقى فيها كهرباء فبالتالي هنحصل على كميات كهرباء من تدوير القمامه هتزيد لنا وان شاء الله نحققهم اللي يبقى فيه فائض في الكهرباء وكده يبقى نجحنا ونواجه ان شاء الله عايزين نستعمل الكهرباء في المشروعات الصناعيه وليس المكيفات وليس الحياة كلها وليس اناره الطرق وليس الكلام ده كله عايزين الكهرباء تستخدم في الصناعه النهاردة انا بنشوف في شوارع عندنا بيبقى متر ومترين او ثلاثة امتار لي العمدان بين العمود والعمود مترين وثلاثة لا عايزين يبقى ايه ما يبقاش على الصفين مم. عمدان الانارة انا في شوارع ستة متر بنلاقي على الصفين عمدان إنارة مم. كفاية صف واحد كفاية كل ستة متر عمود ال... كل الحاجات دي كلها بت... بتدينا توفير للطاقة وان شاء الله نقنف المواطن حقوقه في الحصول على الطاقة وبالاسعار الكويسه ان شاء الله. المهندس محمود سعد بلبع رئيس مجلس اداره شركه الشركه قبضة للكهرباء مصر شكرا لحضرتك وشكرا لتشريفك نينا خاصه أنك انت بهذا الحوار في قناه خاصه يعني طبعا حضرتك يعني عارفين ان في قناه كتير طلبت لقاء لكن ما تروحش انت غير التلفزيون المصري فده اول خروجه الله يخليك الحمد لله وانا يعني سعيد باللقاء ده وطبعا تحياتي وتحيات الوزير طبعا لطبعاً للقناه والشيخ محمد, حسن, محمد حسن, حسن نشكر حضرتك شكرا جزيلا أه باشمهندس الله الله شكرا ان شاء شكرا ساده المشاهدين هذه كانت رساله يوجهها المهندس محمود سعد بلبع رئيس مجلس الشركه القابضه للكهرباء مصر بترشيد الاستهلاك اصبح الترشيد مساله امن قومي ومساله خطيره وهامه يجب علينا ان نرشد استهلاكنا في الطاقه لإن مصر مقبلة عندما يعني أصبحنا الآن في مسألة ندرة الماء وليس فقر الماء، نزلنا من فقر الماء إلى ندرة المياه، مش عايزين يكون عندنا ندرة أيضاً في الطاقة لإن لو عندنا ندرة في كل حاجة يبقى على مصر السلام، مصر مصر الجديدة زي ما قال الباشمهندس محمود لن تبنى إلا بأيادي وسواعد المصريين. إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي في حلقة جديدة نبرمكم دعوة الحوار، كان معكم أحمد سمير والسلام عليكم ورحمة الله. الشورى قول وحوار والشورى للدين